بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحديث عن ابي ذر يطول ولا اريدكم ان تملوا لانه صحابي جليل اخوه الايمان منذ ان اسلم ابو ذر اصبح من الدعاه الى الله سبحانه وتعالى دعا اباه ودعا امه ودعا اهله ودعا قبيلته الى الاسلام ولما اسلم ابو ذر قال انطلق النبي وابو بكر هذه حاله انطلق النبي وابو بكر وانطلقت معهما حتى فتح ابو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف فكان ذلك اول طعام اكلته بها فلبثت ما لبثت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد وجهت الى ارض ذات نخل ولا احسبها الا يثرب فهل انت مبلغ عني قومك يعني اي انت تكون من يبلغهم الى الاسلام لعل الله ينفعهم بك وياجرك فيهم فقال ابو ذر فانطلقت حتى اتيت اخي انيسا فقلت له قال لي هو ما صنعت قال قلت اني اسلمت وصدقت قال فما بي رغبه عن دينك فاني قد اسلمت وصدقت قال ثم اتينا امنا فقالت ما بي رغبه عن دينكما فاني قد اسلمت وصدقت فتحملنا حتى اتينا قومنا غفارا. قال فاسلم بعضهم قبل ان يقدم رسول الله الى المدينه. سبحان الله لذلك عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم بقية هؤلاء. هؤلاء من غفار. وجاءت قبيلة أسلم فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الذين أسلموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوفوا عندما يعطي رسول الله شهادة لهذه القبائل فقال غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله سبحان الله اخوه الايمان طيب هذا الزاهد الورع ينتقل من خليفه الى خليفه حتى ادرك عمر بن الخطاب وقد انتقل الى جوار ربه ترك خلفه فراغا كبيرا وجاء عثمان بايعه المسلمون واستمرت الفتوحات وتدفقت هذه الاموال من البلاد المفتوحه من فارس والروم ومصر وظهرت بين العرب طبقات غنيه كنزت الاموال وبنت القصور خاصه في بلاد الشام ايام معاويه وعاشت عيشه الامراء لكن ظهرت بجانب هؤلاء طبقات فقيرة لا تجد ما تقتات. ماذا كان موقف ابي ذر؟ خرج الى معاقل السلطة والثروة يغزوها بمعارضته معقلا معقلا واصبح في ايام معدودات تلك الراية التي التف حولها الجماهير، التف حولها الكادحون. وكان إذا نزل بأرض ردد قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا لذلك بدا باكثر المعاقل سيطره ورهبه هناك بالشام حيث معاويه بن ابي سفيان يحكم ارضا من اكثر بلاد الاسلام خصوبه وخيرا وفيئه لكن معاويه يستشعر الخطر ويتاثر جدا بكلمات هذا الثائر لكنه يعرف من هو يعرف قدره، يعرف منزلته، فلا يقربه بسوء، لكنه ماذا يفعل؟ سرعان ما كتب إلى الخليفة عثمان يقول: خذ هذا، أبعده عنا، فيستدعيه عثمان إلى المدينة، ويجري بينهما حوار طويل، ثم ينتهي بقول من بقول ابي ذر يقول لا حاجه لي في دنياكم وطلب ابو ذر من عثمان ان يسمح له بالخروج الى الربذه فاذن له وفي روايه يقال انه هو الذي ابعده ابو ذر اتاه وفد من الكوفه وهو في الربذه ماذا يسالونه؟ ان يرفع رايه الثوره ضد عثمان بن عفان فزجرهم بكلمات حاسمه قائلا والله لو ان عثمان صلبني على اطول خشبه او جبل لسمعت واطعت وصبرت واحتسبت ورايت ان ذلك خير لي ولو سيرني ما بين الافق الى الافق لسمعت واطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ان ذلك خيرا لي ولو ردني الى منزلي لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ان ذلك خيرا لي. اذا لماذا؟ لأنه أدرك ما تنطوي عليه الفتنه المسلحه من وبال وخطر فتحاشاها تعالوا ننظر اخوة الايمان نحن إلى ما يجري في عالمنا الاسلامي ماذا نجد علماء الامة يثيرون هذا وذاك حتى تسيل الدماء وتتقطع الارحام وتتفرق الامة على غير هدى. لابي ذر كلمات خالدة يقول: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوماً شديد الحر لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في سوداء الليل لوحشة القبور. إخوة الإيمان، قاربنا على نهاية حياة أبي ذر، تعالوا لنرى كيف توفي أبو ذر توفي أبو ذر سنة 32 للهجرة ماذا تقول زوجة أبي ذر قالت بالله قفوا عند هذا المشهد ما أروع تقول لما حضرت الوفاة أبا ذر بكيت فقال لي ما يبكيكِ فقلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي ولا لك، ولا يد للقيام بجهازك لأنني إذا أردت أن أكفنك وأن أغسلك وأن أدفنك، نحن أنا وأنت في هذه الفلاة لا قوة ولا جهد لي، فماذا يقول المؤمن الصابر؟ يقول ابشري ولا تبكي فاني سمعت الحبيب المصطفى يقول لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان او ثلاثه فيصبران ويحتسبان فيريان النار ابدا وقد مات لنا ثلاثه من الولد واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر انا منهم ليموتن رجل منكم بفلاه من الارض تشهده عصابه من المؤمنين وليس هو يقول وليس من اولئك النفر احد الا وقد مات في قريه وجماعه يعني لم يبق من هؤلاء الا انا فانا ذاك الرجل والله ما كذبت ولا كذبت فابصر الطريق قال لزوجته اذهبي الى مرتفع اكمه انظري الى هذه السهول المنتشره فابصر الطريق قلت هي التي تحدث وان وقد ذهب الحاج منين من اين سياتيك ووقت الحج قد ذهب ولم يعد هناك من يذهب ويجيء انقطع الناس وأن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق قال اذهبي فتبصري قالت فكنت أشتد إلي الكثيب فأنظر الكثيب هو مرتفع من الرمال فكان هناك كثيب وهناك كثيب ترتفع لترى ما هناك فكنت اشتد الى الكثيب فانظر ثم ارجع اليه فامرّضه فبينما هو وانا كذلك اذ انا برجال على رحالهم كانهم الرخم تحث بهم رواحلهم فاسرعوا الي حتى وقفوا علي فقالوا يا امة الله ما لكِ؟ قلت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا ومن هو قلت ابو ذر قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قالت ففدوه بابائهم وامهاتهم ووضعوا السياط في نحورها يستبقون اليه حتى جاءوه فقال لهم ابشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بثلاث من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة والله ما كذبت ولا كذبت ولو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها واني انشدكم الله الا يكفنني رجل منكم كان اميرا او عريفا او بريدا او نقيبا وليس من اولئك النفر احد الا وقد قارف بعض ما قال الا فتى من الانصار فقال انا اكفنك يا عم في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل امي قال انت تكفنني يا بني قال فكفنه الأنصاري وغسله في النفر الذين حضروا إخوة الإيمان ماذا أقول لكم هذا الذي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يموت وحده يموت وحده ويحشر وحده ويبعث يوم القيامه وحده صدقت يا حبيبي يا رسول الله هؤلاء هم الاعلام اخوه الايمان هؤلاء الذين ذكرهم رب العزه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم ارحم ابا ذر اللهم ارحم صحابه حبيبك ونبيك محمد اللهم ألحقنا بالصالحين أنزلنا منازلهم اللهم ألحقنا بالحبيب المصطفى أسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا إخوة الإيمان أدركنا الوقت ولا يسعني إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية أستودعكم الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته